بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: اليوم نختم على أفواههم. نحن نختم على الأفواه، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طب اشمعنى دي تكلم ودي تشهد؟ قال لك لأن عادة جمهرة الأعمال تسند إلى الأيدي، ذلك ما قدمت يداك ما كسبت أيديكم. ولو كان بالمشي حتى، كل الأعمال لمين؟ لليدين. فلو دام الأعمال لليدين هي اللي تتكلم، والرجلين تشهد لأن ديك تكلمت بقت مدعية، يبقى عايزين شاهد والرجال إيه تشهد. بقى ربنا ختم على الأفواه ما تتكلمش. تقول له طب ختم على الأفواه وخلى دي تتكلم، قال لك ودي فيها إيه؟ إيه الأفواه دي؟ مش حتة لحم بتروح كده وتيجي وتنطق بالحروف والشفة واللسان والبتاع؟ طب اللي خلى دي تتكلم يخلي إيه؟ إيديه تتكلم، بل يديه فيها أعصاب أكثر من الإيه؟ من أعصاب الكلام. الله، يبقى ما دام المسألة ربنا هو اللي بينطق يبقى يعمل دي ويعمل دي. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا إيه؟ وإحنا ضربنا مثلا، أظن أنتم فاكرين زمان، إن واحد خد كتيبة من العساكر وأمر عليها ورحل لرحلة، فلما يروح هناك يبقى الجندي يطيع القائد بتاعه اللي موجود ده طاعة عمياء، حتى ولو كانت أوامره غلط، لكن لما يروح للمصدر الأعلى يقول له عمل كذا، أو هم عند المصدر الأعلى دلوقتي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يكسبون، وهو ده الغلط بقى. يكسبون، مش معنى جاب يكسبون ولا ألف بما كانوا يعملون؟ ليه؟ قال لك فيه فرق بين إنسان يقبل على معصية ثم لا يفرح بها، وبعد ما تنتهي منه يندم ويضرب نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا، وواحد يعتبر عمل المعصية دي مكسب، يتحدث به ويتباهى ويقول أما احنا سهرنا ليلة مش عارف ايه، ودوك بيضرب نفسه بعدها. ولذلك اقرأ إن شئت قول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ما رتبش له، ثم يتوبون من قريب. خلاص، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ادخرها الوقت ما تنفعش فيه. ليه؟ أم قال لك لأن كونك يعني التحقيق اللغوي إن كسب عشان الربح واكتسب عشان الاسم، إلا أن مرة تيجي اكتسب بدلها كسب. ليه؟ لأن كسب دليل على أنها مسألة طبيعية، إنما اكتسب افتعل، اكتسب افتعل، فكأن طالب الاسم مفتعل على الفترة، إنما فاعل الخير هاي الليل. ربنا مثل زمان، قلنا واحد قاعد في وسط أهله وعنده زوجته جميلة وأمه كويسة وخالته قاعدة وبناته كلهم قاعدين وحلوين ومش عارف ايه، يقوم لا غبار عليه انه يبص له يكلمها ويضحك وياه ويبص له يكلمها، انما طب تعالى بقى ما يكونوش محارم كده وقاعد وبده يبص له كده يعمل ايه؟ يقعد بقى يحتال محدش شايفه ولا شيء. يبقى مين اللي عايز افتعال؟ صاحب الحرام ام صاحب الحلال؟ صاحب الحرام هو ده اللي عايز ايه افتعال، يبقى اكتسبه مش كسب. لكن تيجي كسب مطرح اكتسبه اذا فرح بالعمليه واصبحت عنده بيعملها بدون افتعال، كانها بقت ايه؟ اسمه فائد. اسمه ايه؟ فائد.
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طب الأفواه كتبها احنا برضو لو شئنا نطمس على ايه عشان ايه ما يبصرش. طب ولما ما يبصرش يحصل ايه؟ ما يعرفش يمشي على الطريق اللي هو ماشي عليه. طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. فسابق رحل الصراط قد لا يهتدي. قال لك لكن ايه، مش من الممكن الانسان بالبصر ما يشوفش الشيء، انما في بدائل للبصر، يحسس يعمل بالعصايه مثلا كده يشوف مش عارف الايه خلاص. فالحق سبحانه وتعالى عايز ايه يطوق عليه من كل ناحيه. ولو شئنا لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصر. ما دام طمسنا على عيونهم رايحين للصراط هيبصروا ايه؟ ولو مشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الله، يبقى طمسنا على عيونهم مش هيبصر. كلام صح. قال لك لكن ربما يحتال على عدم البصر هو فيه بصر ويبقى فيه واحد حركي. واحد حركي يعني ايه؟ يحس بالحركه، يمكن يحسش حد ياخد ايده حد يعمل له ايه اقدر يعمله. انما لا، انا هترقى في المساله واقول ايه اجمده مكانه، اقول له ما تتنقلش كده اجمده. لطمسنا على اعينه المكان دي يعني دي مرحله، في مرحله اقوى شويه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. مسخناهم يعني ايه؟ خلناهم مسخ زي المساخيط وهم ايه واقفين كده اهو، لا يقدروا بقى لا بصر ولا حد ياخد بايدهم ولا حد يقول لهم ولا يرتدهم ولا اي حاجه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم اي في المكان اللي هم ايه فما استطاعوا مضيا. مضيا يعني ماشي في الطريق. طب والابلغ من هذا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال لك كلمه مضي صحيح هيبقى طريق جديد، انما يرجعون يبقى له الف، يبقى حتى ما يعرفش اللي له الف بيه. نعم. الله قد اعذر بانه انذر، اعذر لانه قال لا تعبدوا الشيطان لانه عدو. يبقى بعد ذلك ما لهمش ايه؟ ما لهمش عذر فيه. قال لك نقدر ندخل من ناحيه ثانيه، نقول والله يا رب انت اخذتنا واحنا لسه كنا نوعشنا شويه كنا اهتدينا وبقينا كويس. يقول يا سلام، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طب ما احنا اديناكم فرصه طويله يعني من عمركم، طب ما تذكرتوش فيها ليه؟ طب ده انتوا بتقولوا هنعمر، ده التعمير ده يورثه ضعفا عن المهمه. ليه؟ لان انت في اول حياتك بيبقى لك فتوه ولك نشاط ولك عقل مفكر ولك علم ومش عارف ايه وبتاع، لكن لما كل ما تكبر القوه تضعف، ده في البنيه، والعقل يضعف برضه. ازاي؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فانت بتقول كنت عمرني، طب اديني عمرتكم فتره كان من الممكن للي عايز يتذكر يتذكر، واللي عايز يرعوي يرعوي ويرجع يرجع. وبعد ذلك ما تشهدوا كده، ما تشوفوا الواقع ايه. ومن نعمره، نعمره يعني ايه؟ نطيل حياته او نطيل عمره، ننكسه في الخلق. النكسة زي ما انت عارف ان الانسان يرجع الى ما كان اولا، ولكن انتكاس يعني رجوع الى الوراء. طب المعمر ده نكشته يبقى ايه؟ قال لك نوديه لأولية الطفولة، ياما كان ما يقدرش يمشي لازم يحبي ولا يشيلوه على كتفهم ولا حاجة ولا يعرف حاجة ولا يمنع حاجة. برضو اللي احنا بنشوفه اللي معمر قوي كده يبقى برضو زي الايه؟ زي الطفل.
برضو عايز زي تداديه زي الطفل ايه تمام، ولكي لا يعلم من بعد علم شيء او ينسى ومش عارف ايه يخرب زي ما بيقولوا ولا. فبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين عمركم طول ليه؟ طب ده احنا لما نعمر واحد ننكسه في الخلق، وما دام ننكسه في الخلق يبقى تضعف قواه ويضعف ادراكه ويضعف علمه، يبقى انتوا كنتوا هتشغلوا ايه بقى تعملوا ايه يعني؟ ده انتم اذا كنتم ما قدرتوش تعملوا حاجه وانتم في الامكان تقومون تيجوا لما يجي الامكان يضيع والقوه تضعف والعقل يخرب تقوم تيجي تقول هرجع للفحش. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. كلمه افلا يعقلون معناها ايه؟ اعقلوا، ويعملها على هيئه الاستفهام حتى يقولها الغير. يقول له طب الحكايه دي اللي انا بقولها لو كان يصح يعقلوا فيها يبقى الغير هو اللي يجاوب، ربنا مش عايز يجيبها خبر من عنده بل يجيبها جواب من الغير. نعم، احنا نعرف ان المقاصد الاصليه في التدين التوحيد لله، ومعنى التوحيد لله انك تقول هو واحد، يبقى ما دام هو واحد يبقى طبعا اكنك الوجود ده قطعة به، يبقى الوجود ووجود ايه واحد. الوحدية ما تنفعش لوحدها، ولذلك تقول واحد احد واحد ايه احد. ايه الفرق بين الاثنين؟ هل الاثنين معنى واحد ولا كل واحدة الآلة كل واحدة لها ما صدق؟ الواحد يعني ما فيش فرد ثاني زيه صح، انما الاحد يعني مش مركب من اشياء اجتمعت وكونت اله. يبقى الواحد للفرديه، الاحد للتكوين من اشياء متعدده، فهو واحد. ليه؟ طب ودي ما طب الواحد قالك ما فيش فرديه تناسع. طب والاحد معناه ايه؟ ان ما فيش الذات مش مرتكنه على حاجه تانية، ما يتكلوش على بعض، يعني دي ما تجيش الا وياك، زي ما دي خشب ما يجيش الا بمسمار وبغيره وبعدين وبويه ومش عارف ايه، مش احد. انما قد يكون كرسي واحد انما ليس في تكوينه انه ايه انه احد. والله ايه عايزينه ايه؟ واحد واحد واحد. دي مساله عمليه. ليه؟ قال لك لان اذا قال انا اله وانا الذي خلق وأنا يجب أن أعبد، الكلام ده إما صدق وإما ما نقدرش نقول المقابل. طب يمكن في آلهة تانية وياه؟ أم قال لك يا سلام بقى آلهة تانية وياه وسم واحد بيقول أنا اللي خلقت وهم قاعدين كده وهم لهم برضو في الخلق حاجة ويسكتون يعني ولا إيه؟ والله إما يكونوا مدريوشي يبقوا مش آلهة دول، يبقوا دريهم وسكتهم يبقى عجزوا امامه. ليه؟ ولذلك القران شوف بالكلام المنطقي قل لو كان معه آلهة كما يقولون. اذا بقى ايه؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. يشوفوا بقى صاحب الدعوه دي يروحوا له يتفاهموا وياه، ما تيجي نحل المساله دي، انت بتدعي انك انت مش عارف ايه. خلاص؟ اذا لما بده ينفي التعدد يقول انا قلت انا اله وانا اللي خالق، هل في حد جه قال لا؟ صاحب الدعوه تثبت له الى ان ياتي معارض، وما دام ما جاش معارض يقول لا ده انا اللي خلقت، يبقى سلمت له الايه؟ سلمت له الدعوه. فإذا التوحيد هو الأساس الأصيل، وبعد ذلك كل واحد أنا لا أعرف مطلوب الخالق من المخلوق إيه، ما أعرفش بالعقل ما أعرفوش، يبقى لازم يبعت لي حد يقول لي إن كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه مش هيخاطبني. ليه؟ لأن خطاب الحق للخلق طاقة كمال مطلق ونقص، مش ممكن الكمال المطلق يجي للناقص المطلق،
يقوم الاول يكلم ملائكه، ولما يكلم ملائكه الملائكه تجيب الايه الرسول، والرسول يجي يكلم. يبقى مراحل ولا مش مراحل؟ يبقى اذا كما دام واحد احد وعايز يديني منهجه لازم يرسل لي رسول. يبقى تاني عنصر في التدين ايه؟ التوحيد والايه والرساله. طب الرساله دي هتحمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب انا ان فعلت كذا ولا فعلت كذا ابقى ماشي. طب والخليفه ما كنت فيه افعل لا افعله، وما كنت فيه لا تفعل انا افعله، تبقى المساله تيجي ازاي؟ أم قال لك لازم يبقى لي مرد احاسبك على المخالفه، يبقى لازم في حشر، يبقى لازم فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ توحيد ورساله وحشر. التوحيد قال لا، قال لا تعبدوا الشيطان واعبدوني انا، مش كده؟ والحشر قال ايه؟ اليوم خلاص صلوها وادخلوا من الحشر اهو. يبقى باقي ايه؟ باقي الرساله. الرساله اللي هي الواسطه بيننا وبين ايه؟ ولازم يكون بشر. ليه؟ لان الرسول مبلغ منهج واسوته تطبيق، مبلغ منهج واسوته تطبيق. لو كان مطلوب انه يبلغ منهج هنا ولا يقدرش يطبق ما تنفعش، لانه بيقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ان كان ملك ما يقدرش نعمله، يقول له ما انت ملك تقدر تعمل كل حاجه، انما انا ما اقدرش. اذا ما لا يمكن ان احمل على مطلوب الرسول الا اذا كان الرسول ايه؟ من جنسه. ولذلك ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ابعث الله ايه؟ بشرا رسولا. هات الرد بقى، قل ردا عليه لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. تبقى جنس واحد. طب انا هنزل ملك، كيف انزل ملكا لبشر؟ انزله على طبيعته النورانيه ما يشوفوش، ثم اعمل ايه؟ هعمله ايه؟ زي ما جبريل بقى يجي في صورة ايه؟ في صورة كذا وكذا وكذا. يبقى يجي راجل، لما يجي راجل طبهم برضو هيقولوا كده، ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هي الشبهة تيجي يقول لك ما هو راجل. لا لا، تبقى انت مش هتشوف الملك. يقوم لازم تعمل الايه اللي بيسموه عندنا في عالم الكهرباء الترانسفورم، ولا ايه؟ ترانسفورم، ياخذ من القوي ويدي الضعيف، لان ايه؟ الضعيف ما يقدرش يتحمل. لو انت جبت البتاع كده تروح حرق اللمبه ولا لا؟ تروح تجيب بتاعته من الصنع عشان تاخد منه تدي والناس شمعتين او ثلاثه او خمسه او اي حاجه. بقى يبقى الوسائط دي كلها ملك، وبعدين رسول مصطفى، مش يعني رسول عادي، وبعدين هو اللي ايه؟ هو اللي يديه. حب يدخل على بقى التوحيد جه والحشر جه، يبقى باقي مين؟ عايز يتكلم عن الرسول بقى. وما علمناه الشعر، ما علمناه الشعر. طب لو بقول ما علمناه الشعر، يبقى علمناه غير الشعر ولا علمناه؟ نعم، ما علمناه الشعر يبقى علمناه غير الشعر. علمناه احنا؟ قال لك يبقى كل علمه جاي من ايه؟ من الله، مش المجتمع، لا اللي علمه ولا البيئه ولا مش عارف ايه. ولذلك كانت الاميه شرفا فيه، لان لو مش امي كان يبقى واخد ثقافته من مين؟ من الخلق ومن الناس. انما امي يبقى واخد ثقافته من مين؟ من الله. قال وما علمناه الشعر، كأننا علمناه غير الشعر. يبقى الرسول معلم ومين؟ من ربه. يبقى ملوش من البشر اي ايه؟ اي حاجه. يبقى ده شرف ايه؟ شرف له. وما علمناه الشعر. طب ما يمكن تقول وما علمناه الشعر، لان الشاعر عايز ايه؟ ثقافه لغويه واسعه، وعلم النغم بقى يبقى يظبط الوزن،
وعنده ثروة من الألفاظ تبقى قافية لميت بيت مثلا؟ قال لا. طب ممكن هو استعداده مش الشاعر زي غير زي الناس غيره مش شاعر مش شعراء، ما عندهمش استعداد انهم يقراوا، ما عندهمش الحس المرهف، ما عندهمش الأذن الموسيقية، ما عندهمش الثروة اللغوية. أم قال لك لا، هو مش نقص فيه انما ما ينبغي له انه يبقى شاعر، مش نقص فيه انما ما ينبغيش وما ينبغي له. لان مهمته ليه؟ قال لك لان الشعر ما يحلاش الا في الكذب ويحلى في الشر. بيقول لك الشعر نكد يقوى في الشر، فاذا دخل في الخير ضعف ولان. لان الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي ايه اللي يقوله ولذلك المرار يبقى شاعر وعنده ايمان هو شاعر، انما عايز يجمع بين ملكه الشعر فيه وبين مطلوب الايمان منه، يقوم يحاول يخلي شعره كله في ايه؟ في الاخلاق وفي مش عارف الايه والايه والايه، انما ما يروحش في الشعر اللي بيجود فيها شعراته في الغزل وفي الهجاء وفي النسيب ومش عارف ايه بتاعه وحاجه زي دي. وذلك حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجري كان معروف عنه انه راجل طيب صالح، انما طبيعه الشعر فيه يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي. اول بقى كويس يا سيدي، مولاي مولاي اني قد عصيتك عامدا يا لاراك اجمل ما تكون غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. الله، يبقى شوف الداخل ازاي. سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهليه، قال له لا انا شعرك يا ابا الحسام انت صحيح كويس بتذب عن رسول الله وتقف على المنبر وتقول شعري، قال الشعر نكد يقوى في الشر فاذا دخل في الخير ضعف ولا ضعف وايه ولا. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمه وما ينبغي له ده دفع عن رسوله ان طبيعته غير مرهفه الحس وغير الاذن بتاعته مش موسيقيه، بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى اذنه مش موسيقيه. اللي قال الكلام ده وما ينبغي له ليه؟ ان هو الا ذكر وقران مبين. دول يخلوا عنده بقى ثروه ثانيه ذكر وقران مش شعر ده. ام قال لك طب واذا كان النبي قد ثبت انه أنشد الشعر؟ قال لك الرسول حين أنشد الشعر لم ينشده مستقيما، لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، هو البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، واحد يتطاوع عليك بالخبر كده مش واحد بعته يجيب لك خبر لا. فقالوا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار. عشان يبقى ما قالش ايه شعر. ما قالش ايه شعر. الا كل شيء ما خلا الله باطل، اصدق كلمه قالها نبي، وكل نعيم زائل لا محاله. إيه وكل نعيم لا محاله زائل؟ عشان يبقى البيت موجود فراح خالف وخلاه مش ايه، ده في انشاد. اذا كان في الانشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له نغم الشعر. يقول له طب من هناك في البيت؟ انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. انا النبي ايه لا كذب، انا ابن عبد المطلب. خلاص يقول له دي اولا شعر بيسموه الرجز، وفيه فرق بين كلام تقوله على انه شعر وتخضعه للاوزان وتحط الحركات والسكنات، وبين كلام تقوله انت فيصادف انه شعر. كلام تقول انت كده يبقى اذا الشعر كلام موزون مقطع قصدا، والا فالقران نفسه اقرا كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا شعره. انما هل انت دريت بانه شعر؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. ده كلام قول لي قال كتب الرحمن على فمها في جامع وجنتها الازهر سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر. طب الشعر ده صادف ان يكون شعر، انما هو بالشعر مش مقصود ان يكون ايه
هناك القصب في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه؟ الله ده من أودة من القرآن. يبقى إذن فيه فرق بين كلام يقال فيصادف وزنا شعريا، وبين شعر مقصود من أول الأمر أن يكون إيه؟ شعر. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى في إنشاد الشعر كان يكسر البيت حتى يبعد عن المسألة دي. هو قال لنا ما علمناه الشعر هيقوم في شعر، لما قالش ما ينشيت الشعر برضه احتياطا قال ولا أنشده كمان يا سيدي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الحق سبحانه وتعالى حكى عن رسوله صلى الله عليه وسلم إن الكفار قعدوا يتهموه بأشياء كثيرة أوي، قالوا إنه إيه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه إيه شاعر، مش كده؟ فهل قال الله وما علمناه السحر؟ ليه؟ أم قال لك لأن مهمة رسول الله بلاغ القرآن، وبلاغ القرآن من جنس الأساليب الراقية، أقرب شيء إليه الشعر. إنما السحر طلسمات وكلام ملوش، فقالش ما علمناه السحر، لأنه لو أن الكلمة دي لها مدلول كان الرد بتاعها يبقى سهل، يقولوا ده سحر القوم، نقول له الذي سحر القوم الذين آمنوا لماذا أبقاكم أنتم على كفركم ولم يسحركم، وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ يبقى كونكم لسه مكذبين دليل على أنه مش إيه؟ مش ساحر. ولا بقول كاهن، لأن قول الكاهن كلام مسجوع سجعا سخيفا باردا، والقرآن له مسجوع وله مرسل وله كذا وله كذا، وأنتم أبصر الناس بالأساليب. هل القرآن فيه شعر؟ طب أنتم لو كنتم أمة كده ملهاش دعوة بالكلام، ده أنتم أمة جعلتم للكلمة معرض في الأسواق عكاظ والمجنة والمربد، وبقى الجيد فيها تعملوه تعلوه على الإيه؟ على الكعبة، تبقى ناس بيحتفلوا بالكلمة، يبقى ما يعرفوش الشعر من الناس والمرسل ولا يعرفوه، لازم كده. إذا أنتم تفتاتوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن بس، وقرآن مبين يتلى. قد يكون له نغم ألذ في أذن الورع من الشعر. ولذلك فيه ناس لما تسمع القرآن تلتفت تلاقيهم أخذتهم غشك وإعجاب، لو سألته إيه اللي أنت حسيت به ما يعرفش. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يتكلم الله، والذي يسمع خلق الله، فالله يتكلم بالكلام الذي يؤثر ويستمر في مخلوق الله على فطرته. إذن لما يجي الواحد ما يعرفش لغة عربية وبعدين يسمع كده، بنشوف ناس ما يعرفوش ينطقوا الكلمة العربية، ولكنه ساعة ما يقرأ يبقى له انفعال المواجيد، يسمع القرآن يبقى له انفعال مواجيد. ومعنى انفعال مواجيد ان عينيه تدمع. عينيه دمعت ليه؟ ده لابد ان شيئا في تكوينه تأثر بهذا الاسلوب. وإذا كان الله قد أوحى للحيوان وأوحى للكذا وكذا وكذا، يبقى لما يجي خلقه هو يكلمهم ما يكلمهمش كلام يصادف طبيعتهم؟ أم قال لك بس المهم أن تكون الفطرة المستقبلة سليمة. ولذلك يقول ماذا هم دوكم يقولوا إيه؟ ماذا قال آنفة؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ لكن هو قال له رد عليهم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر
وهو عليهم ايه؟ وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد. واحد يروح متأثر بأن فطرته سليمة. واحد ملخبط الفطرة ما تأثرش بيه. ليه؟ أما لك احنا ضربنا مثل الناس لازم بد أن تفرق في الأحداث المتصلة بمتكلم ومخاطب بين فاعل الشيء وقابله. فيه فاعل وفيه ايه؟ فيه قابل. فالفاعل يفعل، لكن هل القابل يقبل او ما يقبلش؟ واحنا ضربنا مثل بكوب الشاي. ساخن، لما تيجي تشرب فيه وهو ساخن تقوم تنفخ فيه عشان يبرد وتاخد شفطه. النفخه يا دوب اثرت في سطحيه ما دخلش، وتقوم تاخد ايه؟ انبلغت في الشفطه تحرق شفتك. طيب يبقى نفخت في الشاي ليبرد شيئا ما، تطيقه جوارحك. طب وفي الشتاء لما نطلع والدنيا برد قوي وصوابع الواحد واقفه يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. ليه؟ لا بقى تنفخ في الشاي عشان يبرد، وتنفخ في ايدك عشان تدفئ، والنفخ واحد، والنفخ منك واحد. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء ايه؟ شيء اخر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا. من كان حيا، طب ما احنا كلنا عايزين. قال لك ما تضم لدي قول الله في آيات أخرى استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده خطابك لهم دليل على أنهم أحياء، تقول له استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، فكأن في حياة تانية غير حياتكم. قال لك في حياة تانية خالص. ليه؟ قال لك لأن في حياة تنتهي بموت، وفي حياة تانية بالقيم الروحية لا يزهر أثرها إلا بعد الموت. يبقى إذن أنت حي حياة مادة، مش حياة إيه؟ مش حياة قيم. ولذلك حيقول هناك أفمن من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به إيه؟ كمن مثله إيه؟ ليس بخارج منها، في الظلمات ليس بخارج منها. تبقى هو من كان ميتا فأحيا، يعني الحياة ايه؟ الحياة الثانية. الحياة بتاعت المادة دي مش شاركين فيه، انما في حياة اخرى. ولذلك يسمي العنصر الذي يدخل على الحياة الاولى حياة المادة لتأخذ الحياة الثانية يسمها الروح. روحا من ايه؟ من امرين. ذلك اوحينا اليك روحا، يبقى اكني انا بعت روح. اكن اللي كانت الاول ديك روح ما ايه؟ روح للماده تحيا، انما الثانيه روح الايه؟ روح القيم. كذلك الايه؟ الحياه الثانيه حياه الايه؟ حياه القيم. وحياه القيم دي قلنا زماننا ترتقي علشان تديك قيمه في الاخره، وقد تعطيك في الدنيا راحه بال واستقرار واستقامه ولكن الحال الحقيقية بعد جذيع الحقيقة قدام. فإذا شاء الله أن يعطي للإنسان حياة موصولة، قلناها في قصة سيدنا يحيى. طب سيدنا يحيى، سيدنا زكريا دعا الله إنه يجيب له إيه؟ يقول أم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، بس أنا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ومش عارف إيه وبتاع. أم بشره بإيه؟ بغلام. لما بشره قال لكن ده كبير ومعاه، طب ما احنا عارفين. كذلك قال ربك هو علي هين، ما تجيبليش المسائل الماديه دي، انت بتتكلم على قوانينك، انما هو قوانين هو غير. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلما بشره بالغلام، شوفوا الحكمه، ان بشره بغلام، ومش بس بشره بالغلام وسماه. سماه ايه؟ سماه يحيى. طب احنا
في أعرافنا لما نيجي نسمي ولد زكي كونك بتختار له الاسم زكي دي يعني ليه؟ تفاؤل انه يبقى زكي مش كده؟ نبيل تفاؤل انه يبقى نبيل. انما هل انت تملك ان تحقق ما اردته؟ الشاعر قال ايه؟ وسميته يحيى ليحيى فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. سمته يحيى فما ليه؟ لانك انت تفاؤل ان يكون، لانك انت مش اللي ابتهى بالحياه، اللي بيعمل بالحياه حاجه تانية، فانت سميته تفاؤل. فاذا كان الذي سمى هو الذي يملك يحيى، هو قال اللي يقدر سماه ايه؟ يحيى. طب ولما يقول يحيى دي يبقى تمشي ولا ما تمشي؟ طب انا كنت بسميه عشان امل ان يحيى، ولكن الذي يملك ان يحيى سماه يحيى، يبقى ايه؟ يحيى. طب ما هو هيموت يا سيدي، قال لك لازم يموت شهيد عشان تبقى حياته مقصوده. لينذر من كان حيا ويحق القول على الايه؟ الكافر. بعد الانذار اولم يروا، مسك في الملكوت بقى، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. راح لهم في الماده اللي ما هم ما يقدروش ينكروا فيها حاجه. أولم يرى بصرية تنفع، علمية تنفع، خلقنا مما عملت أيدينا. مع ساعة ما أقولك مما عملت أيدينا يعني إيه؟ أقولك ده أنا عمله بإيدي، يعني ما فيش تزيد، يعني ما شاركنيش حد، يعني ما فيش حد ساعدني. مما عملت أيدينا أنا عمله. إحنا قلنا الأنعام هي إيه؟ هناك في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن اثنين، من المعز اثنين، خلاص. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، ومن الإيه؟ الإبل، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين. 8 أزواج اسمها الإيه؟ الأنعام، لأنها النعمة البارزة في أشياء متعددة. أولا ناخد منها أشياء كثيرة جدا لحياتنا، نشرب منها لبن، ناخد منها صوف مثلا، ناخد منها جلود، نعمل منها خيامنا، نعمل منها بيوتنا وفسطاطنا، تحمل أثقالنا، كل فيها الحاجات اللي زي دي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. خلق الأنعام في ذاته نعمة، وكنوا قل فهم لها مالكون نعمة ثانية، لأن في حاجات موجودة ما يقدروش يملكوها، متوحشة إلا بالصيد بقى، وال إنما ديكها مستأنسة لهم كده ويسوقوها ويحلبوا منها ويضايقوا كل حاجة، فهم لها مالكون. وذللناها لهم. الله، أكن الخلق والملك، بس التذليل يمكن ما يجوش إزاي؟ أم قال لك الجمل ولا الثعبان؟ الجمل. طب الجمل الوليدة الصغيرة فيها تمسكه وتنخقه وتحمله وتشده يقوم. طب والتعبان لما يجري يقوم كل اللي قاعدين، لأنه مش مذلل. طب احنا قلنا زمان برغوت يجي هو في الفراش ويقعد بقى يشغبك طول الليل ولا تقدر تمسكه، مش مذلل. يبقى إذن الخلق الأنعام مش بس هو النعمة، يبقى خلق وملك وتذليل. لولا هذا التذليل ما نقدرش نستفيد منه. وده كلام للمؤمن والكافر، ولا أنا عامله للمؤمن بس؟ فمقتضى أني أعمم نعمتي حتى على من كفر بي، كان يجب أنهم يحترموا هذه، ويقول لك ده احنا كافرين به ويوالي علينا نعمه. يبقى يصح اننا نعمل ايه؟ اننا نؤمن به.
طب ما نؤمنش بيه. أما قال لك طب ما تسيبوا الرسل اللي بيخلوا غيركم يؤمنوا، ما تسيبوه في حالهم ما تؤمنوش انتوا زي بعضه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب يعني المركوب يركبوها، زي يقولك هذه شاة الحلوب، حلوب يعني ايه؟ تحلب. فمنها ركوبهم ادي نعمة، ومنها يأكلون، وهي حياة يأكلوا الايه؟ اللبن، ويعملوا منه الجبنة، ويعملوا منه الزبدة، ويعملوا منه اللي عايزينه، وبعدين يذبحوا ويأكلوا مثلا اللحم، وبعدين ياخدوا الجلد يعملوا مش عارف ايه. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب يعني جمع مشرب. كانوا زمان يعملوا الإرب من الايه؟ من جلد، من جلد الشاة، القربة اللي بنعمل فيها الايه؟ يعملوا فيها المية الايه؟ الشرب. واللبن بنشربه ولا بنشربوه؟ بنشربه منهم. أم قال لك طيب اهي اللبن بنشربه من الأنثى، يبقى الذكر بتاعها ما بيشربش منه لبن. تقول له يا سلام عليك، طب خليك عاقل، وهو هو السبب. طب وهي لو ما كانش حبلت وولدت كان يجي لبن؟ طب ما لما هو يسموه لبن الفاح. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أنا أسألكم، بلاش أنا أقول اشكروني، أنا بسألكم اشكروني ولا ما يشكرونيش؟ كل واحد يقول إيه؟ ولما يشكروني بسبش على اللي دي، أنا الشكر حيجيب لهم زائد عندي، وإن شكرتم لإيه؟ لأزيد منكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.